السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فسورة الذاريات تسمى في سميت هذه السورة والذاريات بإثبات الواو تسمية لها بحكاية لفظها
لأن الله جل وعلا ابتدأ السورة بقوله والزاريات ذروا، فمن المفسرين من يسميها بقوله سورة والزاريات بإثبات الواو على حكاية لفظ الآية، كذلك سماها البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير، وكذلك سماها القرطبي رحمه الله تعالى كذلك في تفسيره، فقال سورة والزاريات على إثبات الواو. وتسمى أيضا بسورة الزاريات بدون الواو، وسميت بذلك، وهذا قول جمهور المفسرين اقتصارا على الكلمة التي ذكرت في هذه الصورة ولم تذكر في غيرها، فكلمة الزاريات لم تذكر في غيرها من الصور لكن الله جل وعلا ذكرها هنا، وهذا يعني تسمية جمهور المفسرين له، يعني لأنها كذلك موجودة في المصاحف بهذا الاسم، وسمها كذلك الترمذي في جامعه سورة الزاريات. والزاريات كما فسرها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الزاريات هي الرياح، الزاريات هي الرياح، يعني كما تقول العرب زرت الريح التراب ذروا، يعني وزرت الريح التراب يعني بسته، والذر هو حقيقته رمي شيء مجتمع في الهواء فينزل متفرقا، مثل ماذا؟ مثل الزارع حين يرمي الحبة في الأرض فيرميه مجتمعا ثم بعد ذلك يتفرق هي في الأرض، كذلك الرياح يعني زرت الريح التراب يعني أخذته وبسته، وهكذا تفعل الريح. وهي سورة مكية بالاتفاق، يعني حكى الاتفاق على ذلك القرطبي وابن عطية رحمهم الله تعالى، حكوا الإجماع على أن هذه السورة مكية، إذن لا خلاف بين العلماء في أن هذه السورة مكية. وعدد آية هذه السورة 60 آية. وهذه السورة العظيمة على وجازتها طبعا يتتميز في مجملها بقصر آياتها وشدة وقع هذه الآيات، وموضوع السورة هو موضوع القرآن المكي، قضية البعث والجزاء والحساب وتقرير وبيان مآل الفريقين أهل السعادة وأهل الشقاء، وقسم من الله يعني، وأراد الله جل وعلا يعني في هذه السورة أن يرتبط قلب العبد بالله سبحانه وتعالى، وأن يجول بخاطره في جنبات الكون فيقلب بصره تأملا وتدبرا ونظرا، ولذلك هذا المعنى، لأجل هذا المعنى أن يرتبط قلب العبد بالله سبحانه وتعالى وأن يجول بفكره ونظره وتأمله في جنبات هذا الكون علوية وسفلية، ابتدأ الله جل وعلا السورة بمجموعة من الأقسام، جمع قسم، هذه يعني الألفاظ التي أقسم الله جل وعلا بها فيها نوع من الخفاء، فيها نوع من الخفاء، حتى سأل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني علماءهم عن هذه، والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، كما سئل علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن بهذه الأقسام، طبعا القسم تأكيد لمعنى إنما توعدون لصادق، ما وعدتم به من البعث والجزاء والحساب والجنة والنار، نعم كل هذا لصادق، وإن الدين لواقع، نعم وواقع الدين بمعنى الجزاء والبعث والحساب. ثم ذكر مآل الفريقين، ذكر أهل السعادة، وذكر شيئا من إحسان المؤمنين ومن إحسان المحسنين، بعضا من مظاهر إحسانهم، ودعاهم في آخر السورة كذلك إلى التأمل في عظم هذه السماوات وهذه المخلوقات والشواهد
التي شهدت على التي جعلها الله جل وعلا شهيدة على وحدانيته وعلى يعني ألوهيته. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ثم دعا هؤلاء المشركين وعباده جميعا ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، فروا إليه، فروا منه إليه بالتزام طاعته والتزام أوامره. نعم، إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وبين هذا وذاك أورد لهم طرفا من القصص التي تبين معنى قوله تعالى، معنى قوله تعالى إنما توعدون لصادق، كيف كانت سنته سبحانه وتعالى في المكذبين. فأورد قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقصة موسى وكذلك يعني عاد وثمود ويعني وقوم لوط، كل هذه الأمم. ولكن أراد من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يلفت النظر إلى مسألة، طبعا أهم شيء يتعلق بقلب الإنسان من الأمور المهمة جدا مسألة الأرزاق، من الأمور التي من أهم الشواغل التي تحول بين القلب وبين الله سبحانه وتعالى، مسألة الأرزاق. كل الناس مهتمة بمسألة الأرزاق وتحصيل الرزق ونحو ذلك. وأراد الله جل وعلا ألا ينشغل قلب العبد عن 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 هذا المعنى، فأمنه في أول هذه السورة: وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني ليس في الأرض وإنما في السماء، حتى تعلم بأنه يعني مضمون لك وأنه لن يخطفه منك أحد، إنما هو مضمون لك. ولذلك عاد في آخر السورة كذلك إلى هذا المعنى: وما خلقت الجن أو الإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأشار في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى سخاء الخليل عليه الصلاة والسلام، كيف كان سخاؤه حين قدم عليه أضيافه، فسارع بقراهم، قدم لهم طعامه، فأشار إلى سخائه في إنفاق المال في سبيل الله عز وجل. فهذا أيضا إشاء، هو المراد من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الله لم يذكر قومه وإنما ذكر قصته مع الملائكة وكيف كان وكيف أكرم الملائكة، وكان يظن أنهم من البشر، فقدم لهم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فأشار إلى سخائه في إنفاق المال. إذن أراد الله جل وعلا ألا يحول بين قلب العبد وبين الله عز وجل شيء. ولما كانت مسألة الأرزاق حائلة بين القلب بين القلوب وبين الله سبحانه وتعالى، ضمن الله جل وعلا الأرزاق في هذه الصورة ويعني وطمأن المؤمنين عليها حتى لا يحول بين القلوب وبين الله عز وجل الشواغل. ثم ختمت السورة بوعيد الكافرين حتى يؤكد المعنى الذي ذكره في قصص الأولين: وإن للذين ظلموا ذنوبا، الذين ظلموا من هؤلاء المشركين ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هذا الموضوع الإجمالي للسورة. السورة مبتدأ بقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. والذاريات ذروا، هذا قسم من الله جل وعلا، الواو هنا واو القسم، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، نعم، ولكن لا يقسم الله جل وعلا إلا بالأشياء العظيمة الدالة على وحدانيته وعلى ألوهيته سبحانه وتعالى. فأقسم: والذاريات ذروا بالريح. الذاريات هي ريح، كما فسرها علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه فسرها بالريح، وكما تقول العرب: زرعت الريح التراب
تزروه زروا وتزريه زرا. زرت ريح التراب تزروه زرا وتزريه زرا وتزريه زريا وتزريه زريا. بمعنى حقيقة الزر هو رمي أشياء مجتمعة فتنزل متفرقة على الأرض، كذلك تفعل الريح بالتراب. والزاريات زروا، زروا هنا مفعول مطلق لتؤكد لك المعنى. فأقسم الله جل وعلا بالريح، وحين يقسم الله جل وعلا بما شاء من خلقه ليس للعباد أن يقسموا إلا بالله عز وجل، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم وغيره، نعم، نهيه عن القسم بغير الله جل وعلا، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وأولادكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والزاريات ضروا فالحاملات وقرا. هنا العطف هنا سيكون بالفاء، والعطف بالفاء بيكون بين الأشياء المتجانسة، أو إن لم تكن متجانسة فهي متقاربة في صفاتها. والزاريات ضروا فالحاملات وقرا، فالحاملات وقرا هي السحاب، كذلك فسر علي رضي الله تعالى عنه، فسر بالسحاب حين تحمل الماء كما يعني تحمله كما تحمل ذوات الأربع الوقر بمعنى الحمل. عندنا الوقر والوقر، الوقر بكسر الواو الحمل، نعم، يعني وأما الوقر فهو الصمم الذي يصاب، الذي يكون في الأذن، الثقل الذي يكون في الأذن. فالحاملات وقرا السحاب حين تحمل الماء، هي تحمل أشياء ثقيلة، نعم، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك، نعم. فالحاملات وقرا، نعم، وينشئ السحابة الثقال لأنها محملة بالماء. إذن فالحاملات وقرا معناها السحاب تحمل الماء كما تحمل ذوات الأربع الوقر، يعني الحمل تحمله. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فيه شيء يسير لكنها تحمل، يعني وينشئ السحابة الثقال التي لقحت بالماء فصارت ثقالا. فالجاريات يسرا، فالجاريات يسرا في قول جمهور المفسرين السفن التي تجري في البحر بيسر وسهولة. ومنهم من يقول أيضا يعني السفن تجري، هو ذكر الرياح فالحاملات وقرا، طيب فالجاريات يسرا لأن السفن تجري بإيه؟ بالرياح، فالرياح هي التي يعني تسير بها السفن بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن والجاريات يسرا، السفن تجري بالرياح يسرا، وفي تجري فالجاريات يسرا يعني معناها تجري بيسر وسهولة في الماء، وهذا وجه. والوجه الثاني تجري إلى حيث يسرها، إلى حيث يسر الله سبحانه وتعالى لها وجهتها، والمعنى صحيحة، هي السفن تجري إلى وجهة محددة ميسرة لها، يسرها الله سبحانه وتعالى، وكذلك تجري في الماء بيسر وسهولة. وهذه كلها من الآيات التي أراد الله جل وعلا إعمال الفكر والنظر والتدبر والتدبر والتأمل فيها. فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، فالمقسمات أمرا في قول جمهور المفسرين هم الملائكة، الملائكة التي يعني تنفذ أمر الله سبحانه وتعالى فيما يمضيه من أمر، فالملائكة تنفذه. فالمقسمات أمر هي الملائكة في قول جمهور المفسرين، تنفذ أوامر الله سبحانه وتعالى. والمعلوم بأن الله جل وعلا وكل الملائكة بوظائف في هذا الكون،
أنك ملك الملك الموكل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام وهو سيد الملائكة. نعم هناك الملك الموكل بالقطو هو ميكائيل، والملك يعني الموكل بالنفخ هو إسرافيل، والملك الموكل بالجبال وغير ذلك، وظائف كثيرة والمعقبات التي تحفظ العبد بين يديه ومن خلفه، والحفظة الذين يحفظون أعمال العباد ويكتبونها ونحو ذلك. إذن فالمقسمات أمر هي الملائكة في قول جمهور المفسرين. الحسن رحمه الله تعالى يقول فالمقسمات أمر هي السحب، يقسم الله عز وجل، هي السحب التي يقسم الله عز وجل بها أرزاق العباد. المعلوم بأن أرزاق العباد أهم رزق العباد هو إيه؟ هو المطر. وفي السماء رزقهم وما توعدون، رزق العباد المطر، مطر ينزل من السماء فينبت الله عز وجل به الأرزاق ويحيي به الله جل وعلا الناس والدواب والأنعام. فلذلك الحسن رحمه الله تعالى يقول فالمقسمات السحب التي يقسم الله بها أرزاق العباد، يشير بذلك إلى قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. إذن عندنا فالمقسمات أمران قولا، القول جمهور المفسرين ومنهم يعني كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومنهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بأنه يفسر فالمقسمات أمران هي الملائكة التي تنفذ أوامر الله سبحانه وتعالى على النحو الذي سمعتموه. والقول الثاني وقول الحسن الريح التي يقسم الله عز وجل بها أرزاق العباد، ويشير إلى آيات سورة قاف. فالمقسمات أمر، وكل هذه الأقسام على ماذا؟ إنما توعدون لصادق، إنما أسلوب حصر، أي كل ما وعدتم به من الخير أو الشر أو البعث والجزاء والحساب والجنة والنار، إنما توعدون لصادق لا كذب فيه، أي كل هذه كل ما وعدتم به لصادق. اللام هنا لام التأكيد الداخلة على الخبر. نعم إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، وإن الدين لواقع الحساب والبعث والجزاء، لأن الدين يطلق بمعنى الجزاء. نعم الدين يطلق بمعنى الجزاء. وإن الدين لواقع بهذا التأكيد، لأنهم كانوا ينكرون ذلك، كانوا يستبعدون حصول البعث والجزاء والحساب. لذا فأقسم الله جل وعلا وما إن انتهى هذا القسم حتى أقسم الله جل وعلا قسما آخر، والسماء ذات الحبك. بعد أن بين لهم، بعد أن يعني أقسم قسمه الأول، أتبعه على ماذا؟ إنما توعدون لصادق، وأكد هذا المعنى في قصص الأولين كما سيأتي. ثم أتبعه بقسم آخر والسماء ذات الحبك، هذا قسم آخر من الله عز وجل، أقسم بالسماء ذات الحبك. والسماء ذات الحبك هذه هي يعني فيها عدة تفسيرات. والسماء ذات الحبك بمعنى المنظر الحسن البهي، كما قال جل وعلا فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا هو حسير، يعني كليل كل البصر عليل من شدة نظره لم يجد فيها خللا ولا اختلالا. إذن والسماء ذات الحبك، فسر ابن عباس رضي الله عنه ذات المنظر الحسن الجميل، ومنهم من فسرها والسماء ذات الحبك بالنجوم، والسماء ذات النجوم، ومنهم من فسرها والسماء ذات الحبك الطرائق المجرات التي تسير فيها هذه يعني النجوم. وهذه التفسيرات كلها تفسيرات متقاربة، منهم فسر الحبك بأنها هي مجرات النجوم، المجرات اللي هي التي تسير فيها هذه النجوم وهذه الكواكب. وطبعا
خاطبهم الله جل وعلا بما يعرفون، وهناك أسرار عظيمة وراء هذه الكلمات يعلمها الله سبحانه وتعالى عن هذه المخلوقات، والتفاصيل الدقيقة التي أودعها الله عز وجل إياها، والسماء ذات الحبك. وهذا قسم على ماذا؟ إنكم لفي قول مختلف، وهذا جواب القسم. إنكم لفي قول مختلف، الخطاب هنا للمشركين، إنكم لفي قول مختلف، قول مضطرب لا يلتئم ولا يجتمع، لأنهم منهم من يقول بأنهم وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، ومنهم من يقول وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. نعم، واختلفوا كذلك في النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما توعدهم الله سبحانه وتعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النجي المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، عضين فرقوه، سحر، كهانة، أساطير الأولين، إفك افتراه، يعني كلام أخذه عن الأعجمين. نعم، لذا قال جل وعلا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إذن المعنى إنكم لفي قول مختلف، اختلفت أقوالكم واضطربت، لفي قول مختلف لا يلتئم ولا يجتمع أبدا. يؤفك عنه من أفك يعني يصرف عنه بهذا، يعني صرفتم عن هذا، يعني هذه الأقوال التي قلتموها لا تروج إلا على أمثالكم، لا تروج إلا على أمثالكم ممن خذله الله عز وجل. يؤفك عنه من أفك يعني لا يأخذ بها، لا يتكلم مثل هذا الكلام إلا من خذله الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يعني 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 ذكره الله سبحانه وتعالى في يعني في قوله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. أنتم تذكرون هذه الآية في سورة الصفات، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني أنتم لا تضرون ولا يستمع لكلامكم ولا لأقوالكم إلا من هو صال الجحيم. كذلك هذه الآية يؤفك عنه من أفك يعني لا يروج هذا الكذب الذي يعني تخرصتموه وهذه الـ 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 وهذا البهتان إلا على من هو مثيل لكم، أما أهل الإيمان فلا تروج عليه، فلا يروج عليهم هذا الكذب أبدا. إذن قوله تعالى يؤفك عنه من أفك يعني لا يهتم بهذا الكذب الذي يعني تخرصتموه إلا من هو يعني إلا من هم أمثالكم ممن هو صال الجحيم ممن خذله الله سبحانه وتعالى. إنكم لفي قول مختلف، الجواب القسم الثاني، يؤفك عنه من أفك يعني لا ينخدع بذلك إلا من هو إلا أهل الإفك والكذب. لذلك توعدهم الله سبحانه وتعالى بقوله قتل الخرصون، والخرصون هم الكذبة الذين يتخرصون الكذب، أصحاب الظنون الكاذبة والأوهام الباطلة، وهؤلاء هم المشركون حين تخيلوا أن لله عز وجل شريكا وصاحبة وولدا، نعم، حين كذبوا المرسلين وكذبوا كلام الله عز وجل. لذلك توعدهم الله جل وعلا قتل الخرصون بمعنى اللعن، هذا دعاء عليهم قتل الخرصون. وفي بيان بفعله سبحانه وتعالى بهؤلاء، وحيأتي الأمم سيأتي طرف من ذكر هذه الأمم التي أبادها الله سبحانه وتعالى ممن مضت على ضرب التكذيب والشرك، قتل الخرصون أصحاب الظنون الكاذبة والأمال الباطلة
الأمم المكذبة أو الخلاصون هنا جمع معرف في الألف واللام يشمل عموم الكفار، لأن كل كافر تخرص على الله، ظن في الله جل وعلا ظنونا كاذبة. والخرص بمعنى الظنون. قتل الخراصون، والمقصود هنا هم الكفار الذين هم في غمرة ساهون، الذين هم في غمرة الشرك، مغمورون في الشرك والكفر. والغمر معروف أن يغمر العبد في شيء، معناه أن 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 يعني أن يحيط هذا الشيء بجميع جوانبه. لذا قال الذين هم في غمرة ساهون، ساهون غافلون عن التوحيد، وغافلون عن القرآن والسنة ومعاني كلام الله سبحانه وتعالى، وساهون عن التدبر والتأمل في جنبات هذا الكون. يسألون أيان يوم الدين. السؤال هنا ليس سؤالا يراد به الاستفهام، لا، هذا استفهام يراد به الاستهزاء والتكذيب. يسألون أيان يوم الدين، متى يكون هذا اليوم، استبعادا واستهزاء وسخرية. وأيان اسم من الأسماء يسأل بها عن الزمان. أيان يوم الدين، هم لا يسألون هنا، لا يستفهمون، وإنما الاستفهام يراد به الكذب والاستهزاء والسخرية. أيان يوم الدين، استبعادا من حصوله، فتوعدهم الله سبحانه وتعالى يوم هم على النار يفتنون. في هذا اليوم، يوم هم على النار يفتنون، يعذبون. ومن معاني الفتنة العذاب. غالب معاني الفتنة الاختبار والامتحان والابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يوم هم على النار يفتنون يعذبون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. يقال لهم في العذاب وهم في النار، ذوقوا فتنتكم، ذوقوا عذابكم. احنا تكلمنا قبلا على لماذا يستعمل الله سبحانه وتعالى حاسة، هذه الحاسة دون غيرها من الحواس، حاسة الذوق. كثيرا ما يستعملها القرآن في العذاب حتى يبين لك بأن هؤلاء يعذبون كل عضو من أعضائي، يعني كل عضو من أعضاء هؤلاء الكفار يعذب عذابا يخصه. وأشار الله عز وجل إلى هذا المعنى في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده احسب أن مالا وأخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. لا تحرق فقط ظاهر الأجسام، وإنما كذلك تحرق هذه القلوب، تطلع تصل إلى حرق القلوب، هذه القلوب العفنة التي تلوثت بالشرك والكفر، التي تطلع على الأفئدة، تصل إليها النار حتى تحرق بسبب ما حوته من الكفر والتكذيب. يوم هم على النار يفتنون. إذن قابل الله سخريتهم واستهزاءهم بوعيده وبيان مآلهم إن استمروا على ذلك. ذوقوا فتنتكم، ويقال لهم ذلك، أي يقال لهم ذلك، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. أنتم في الدنيا كنتم تستعجلون هذا العذاب وتسخرون منه وتستهزئون به، إذن ذوقوا عذابكم. هذا الإشارة إلى هذا العذاب، هذا الذي كنتم به تستعجلون. والتعبير بالفعل المضارع للدلالة على أن السخرية والاستهزاء واستعجال العذاب هو كان ديدنا لهم، والاستحضار كذلك صورة استهزائين بهذا العذاب، فتستحضر هذه الصورة وتراهم وهم يعذبون على ذلك في النار. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وبتفسير الفتنة هنا بالعذاب فسرها جمهور المفسرين، معباس ومجاهد والحسن وغير واحد، نعم،
وبعضهم يقول يفتنون يحرقون، والأقوال المتقاربة يعذبون أو يحرقون واحد. ولما ذكر الله جل وعلا توبيخه وتقريعه ووعيده بهؤلاء المشركين على طريقة القرآن، ذكر الله جل وعلا فريقا آخر وهم فريق المؤمنين، فقال جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون، في مقابل هؤلاء المجرمين وما هم فيه من العذاب والبؤس والأحزان، إن المتقين في جنات وعيون، مساتين عابرات بصمار وألوان لا يعلم عظمها إلا الله جل وعلا، إلا الله جل وعلا. إن المتقين في جنات وعيون، ليست عينا واحدة، عيون. نعم، ولذلك هذه العيون كما بيّن الله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني هي طبعا هذا من شأن المقربين، حيث أرادوا أن يفجروا أشار إلى مكانها فتنفجر، هي مأمورة بأوامرهم، مسخرة من الله سبحانه وتعالى، تأتمر بأوامرهم. يعني متى أشاروا إليها تفجرت. إن المتقين في جنات وعيون، والمتقون هم الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى، جعلوا بينهم وبين ما يخشونهم من غضب الله وقايا وسترا بالتزام أوامره واجتناب نواهيه. وعمر رضي الله عنه قال له كعب حين سأله عن التقوى، قال يا أمير المؤمنين، هل أخذت في أرض ذات شوك؟ قال نعم. قال فاصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، يعني التقي كأنه يسير على شوك فلا يضع قدمه في مكان حتى ينظر إلى موضع قدمه، كذلك التقي لا يهجم على الأمور إنما يتأمل وتدبر فيها حتى لا يقع في المحرمات. والمتقون جعلوا بينهم وبين الحرام ساترا من الحلال، يعني كانوا يتركون بعض الحلال خوفا من الوقوع في الحرام، يبقى دايما في مساحة كبيرة، شو بيشتغل على آخر خط اللي بعده الحرام، لا، في يجعلون يعني مساحة كبيرة من الحلال يتركونها تفصل بينهم وبين الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، حمى الشيء المحمي اللي هو ممنوع منه يوشك أن يواقعه، كذلك اللي بيحوم حول المحرمات حيقع فيه مباشرة. إن المتقين في جنات وعيون، ومن صفاتهم آخذين ما آتاهم ربهم، آخذين ما آتاهم ربهم، آخذين ما آتاهم ربهم من الأوامر ومن الفرائض يعملون بها ويتشبثون بها ولا يفرطون فيها، وآخذين ما آتاهم ربهم، ما هم عموم كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما نهاهم عنه هم ملتزمون بذلك. وكذلك أدب الله المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا قولا ولا رأيا ولا اقتراحا على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يكون بل 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 يكون أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا أمامكم، هي النبراس والأنموذج الذي تتبعونه. آخذين ما آتاهم ربهم، وذكر الرب هنا لأن الله يعني مناسب جدا، لأن كون العبد مطيعا لله سبحانه وتعالى هذه نعمة عظيمة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، يعني أنت لا تبحث عن كرامة الله لك، انظر إلى استقامتك، كونك مستقيما في هذه الدنيا هذه أعظم كرامة من الله لك، كونك تأتي المسجد وتحافظ على الفرائض وتحافظ على ما على سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتسمع كلام الله جل وعلا وتتلوه وتتأمله وتتدبره، هذه أعظم الكرامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة،
طالما ان انت الحمد لله مستقيم فهذه اعظم كرامة لك. لذلك قال آخذين ما آتاهم ربهم، للدلالة على ان الله جل وعلا هذه من نعم الله عليهم ان ثبتهم على الايمان. انهم كانوا قبل ذلك محسنين. قبل ذلك قبل ايه؟ قبل ذلك في الدنيا. ان المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، ايضا يشمل آخذين ما آتاهم ربهم من النعيم ومن صنوف النعيم، ويشمل كذلك انهم كانوا في الدنيا على هذا العاملين بالفرائض، كانوا عاملين بالفرائض وبالاوامر، وكذلك ما آتاهم الله سبحانه وتعالى به في الجنة من النعيم يشمل ايضا آخذين ما آتاهم ربهم. انهم كانوا قبل ذلك في الدنيا محسنين. والاحسان مرتبة عالية من أعلى مراتب الإيمان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإيمان وبين الإحسان، لأن الإحسان مرتبة عالية، الإحسان أخص من الإيمان. فكل محسن مؤمن، لكن ليس كل محسن ليس كل هي مؤمن محسن. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما حين سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، درجة عالية جدا. أنت في الدنيا تراقب الله سبحانه وتعالى في أقوالك وفي أفعالك، حين تتكلم أنت يعني تعلم بأن الله يسمعك، وحين تبصر تعلم أن بصر الله عز وجل أسبق من بصرك، وهكذا في عطائك في منعك كله تراقب الله سبحانه وتعالى، هذه درجة عالية جدا. ولذلك إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، وهذه منة عظيمة ولن يصل إليها العبد إلا بعد مجاهدة بعمل الفرائض والاجتهاد في أداء الفرائض ثم النوافل بعد الفرائض فيرقيه الله سبحانه وتعالى، كما ثبت في الصحيح في الحديث القدسي ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لا يسمع إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وكنت بصره الذي يبصر به، حين يبصر لا يبصر إلا ما أذن الله جل وعلا في النظر إليه، وكنت يده التي يبطش بها، وكنت رجله التي يمشي بها، كذلك عطاؤه ومنعه وسيره ومسيره في هذه الدنيا كله لله سبحانه وتعالى، كل حياته لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ومن مظاهر إحسانهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهنا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، السلف هنا كان لهم حال مع هذه الآية. أولا تفسير هذه الآية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون على وجهين العلماء. ما هنا نافية؟ الوجه الأول بأن ما هنا نافية، يعني لا يهجعون من الليل إلا قليلا، دلالة على يعني قيامهم بالليل. طبعا قيام الليل مدرسة عظيمة جدا تربى فيها، هي مدرسة الأنبياء وأتباع الأنبياء وأتباع الأنبياء، تربى فيها العظماء من أمتنا، كل عظيم في هذه الأمة فهو خريج من مدرسة الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني لا يهجعون في الليل، ما هنا نافية، ما يهجعون يعني لا يهجعون إلا قليلا في الليل بسبب قيامهم. والثاني، الوجه الثاني، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما هنا مصدرية، ما معنى مصدرية؟ يعني ما وما بعدها تؤول بمصدر، يبقى كان قليلا من الليل هجوعهم يعني نومهم. المعنى واحد ولا لا؟ معنى واحد. سواء قلت ما نافيه، ما يهجعون يعني لا ينامون في الليل الا قليلا، او قلت ما مصدريه، يبقى ما وما بعدها تؤول بمصدر، يبقى كان قليلا من الليل هجوعهم يعني نومهم. الهجوع معنى النوم، الدلاله على سهرهم بالليل ومكابدتهم الليل بالقيام والدعاء والتضرع والابتهال. ودائما العطيات والهبات توزع في الليل دائما،
كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، آخر ثلث من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. فلا يطلع الفجر إلا وقد قسمت الغنيمة، وليس عند أهل الغفلة خبر مما جرى. صلى الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الغفلات. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهنا السلف رحمهم الله تعالى كان تلقيهم لهذه الآية يختلف عنا كثيرا، ما أبكت هذه الآية كثيرا من السلف. حتى قال الأحنف بن قيس حين فسر هذه الآية، فسرها لهم ثم قال له: لست من أهل هذه الآية. أي والله، وأنا والله لست من أهل هذه الآية. كانوا يقولون ذلك، أحنف بن قيس رضي الله عنه كان يقول: لست من هذه الآية. وكثير منهم الذي يقول: عرضت عملي على القرآن فوجدت بيني وبينهم بونا عظيما، فوجدتهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ولست كذلك، وعرضت عملي على عمل أهل النار فوجدتني أبينهم بونا عظيما، كانوا في تكذيب وشرك وكفر ولست على ذلك، وأقرب شيء لحالي كما قال أني أخلط عملا صالحا بآخر سيئا، عسى الله أن يتوب علي. كثيرا ما كان السلف رحمهم الله تعالى كانوا يتأملون ويتدبرون في هذه الآيات. وهكذا القرآن، يعني الآيات مهم جدا أنك تمر أن تمرر هذه الآية على نفسك وتخاطب بها نفسك وتحكم بها نفسك. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. سبحان الله، الأسحار جمع سحر، السحر اللي هو الأوقات اللطيفة قبل الفجر، وهذه الأوقات سميت سحرا أنه بعد ذلك يطلع الفجر، أوقات لطيفة جدا. وبالأسحار هم يستغفرون، من مظاهر إحسانهم أيضا مع مكابلتهم الليلة هم حريصون جدا على الاستغفار بالأسحار آخر الليل. ولماذا يستغفرون؟ أنهم لا يرون أنفسهم قاموا بما أوجبه الله عز وجل عليهم، كابدوا الليلة بالقيام وبالقرآن. نعم، ومع ذلك وبالأسحار هم يستغفرون. هم يستغفرون لأنهم هم أولى الناس بهذا، هي بالأسحار، فالأسحار عندهم لم يكونوا في نوم وإنما في استغفار وتوبة، وإنما أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم. اللهم اعصمنا من هذه الغفلات التي نحن فيها، لا حول ولا قوة إلا 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 بالله. وبالأسحار هم يستغفرون، والجملة الإسمية تدل على التمكن والثبات، والخبر الجملة الإسمية يستغفرون، الخبر هنا جملة فعلية ليدلك على أن الاستغفار كان ديدنا لهم، وكان شعارا ودثارا لهم، والاستغفار محبوب لله سبحانه وتعالى، وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم أسباب الرحمة، كما قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وبالأسحار هم يستغفرون، هذه من مظاهر إحسانهم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هم جعلوا في أموالهم حق، الأموال هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، والمال أنت مستخلف عليه. فهم المؤمنون هذه الحقيقة فجعلوا في أموالهم حقا للسائل والمحروم الذي حرم من هذا المال. طبعا هنا لم يقل هنا وفي أموالهم حق معلوم كما ذكر في المعارج، إنما قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. في اختلف السياق ولا لا؟ السياق هنا عن المحسنين، والسياق في سورة المعارج عن الواجبات، الذين كانوا يؤدون واجبات الله سبحانه وتعالى. الواجبات حق معلوم، الزكاة، لكن المحسنين لا، يعني فقط يعطون الزكاة؟ أبدا، زكاة وصدقات وإنفاق بلا حدود،
لذا قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، لم يحدد الحق المعلوم الواجب لأنهم هم أعلى من ذلك في درجة أعلى، درجة الإحسان، إحسانهم في كل شيء، في عبادة الله سبحانه وتعالى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وإحسان إلى العبيد يحسنون إليهم بالنفقة والإعانة وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ثم انتقل السياق مباشرة، يلفت الله سبحانه وتعالى النظر إلى تأمل، وفي الأرض كما ذكر لهم السماء وآياتها، وفي الأرض آيات للموقنين، أرض أجناس من الناس والدواب والأنعام، ألوان أبيض وأحمر وأخضر، وجبال وبحار وأنهار ومحيطات ونباتات وثمار ودواب، وفي الأرض آيات لمن؟ للموقنين، أهل اليقين، هم الذين ينتفعون بهذه الآيات وهم المؤمنون. وفي الأرض آيات للموقنين دل على ذلك على أن غير المؤمنين وغير الموقنين يعني أهل الشك والريب وهم الكفار ليس لهم نصيب في هذه الآيات. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم، تأمل في نفسك، تأمل في الأطوار التي قلبك الله تبارك وتعالى فيها. نعم، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، قلبك الله جل وعلا في بطن أمك أطوارا، من نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم ما شاء الله سبحانه وتعالى ولدت خلقا جديدا وبثت فيك الحياة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فهم إنكاري وتوبيخي، لماذا لم تتأملوا؟ آيات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وفي السماء رزقكم وما توعدون، رزق هو المطر، والمطر وأطلق الرزق على المطر لأنه هو من أعظم أسباب الرزق، لأنه حياة للناس والدواب والأرض والنباتات والثمار. وفي السماء رزقكم وما توعدون، الجنان، فورب السماء والأرض، يقسم الله سبحانه وتعالى بذلك، فورب السماء والأرض إنه الحق. ضمير هنا يعود عليه على القرآن وما تضمنه القرآن من قضايا التوحيد والبعث والجزاء والحساب. فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون، كما أنكم لا تشكون في نطقكم وفي كلامكم، كذلك كل ما أخبرتم به، وهذه حاسة لا ينكرها الإنسان أبدا. نعم، فورب السماء والأرض إنه الحق لا كذب فيه، كل ما يخبر هذا القرآن وما تضمنه من القضايا التوحيد والبعث والجزاء والحساب، مثل ما أنكم تنطقون مثل كذلك نطقكم، كما تنطقون فلا تشكون في ذلك، لا تشكوا في هذه الحقائق ولا تشكوا فيها ولا تشكوا في هذا القرآن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.